تعادل سلبي بدون اهداف في الشوط الاول بين الاهلي والمقاولين. في شوط شهد بعض الفرص الحقيقيه من الفريقين ولكن لم يستغلوها بصوره جيده المهاجمين. فاصل ونرجع نشوف راي اراء محللينا الكبار في احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظروا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، تعادل سلبي في شوط كان ممكن نشوف فيه اهداف ولكن برضو الفرص ضاعت بسبب الرغم. بالظبط، يعني البدايه كانت للمقاولين، يعني كان في هجمه خطر للمقاولين العرب فادي في الدقيقه 2. يعني الناس كانت فاكره انها تسلل لكن ما كانش تسلل، لعبها من فوق، كان في تسرع من فادي. يعني الحمد لله من بعدها بقى بدا يحصل تفوق لمهاجمي النادي الاهلي. يمكن عندنا حوالي ما يقرب عن 6 فرص يا ايمن. مظبوط. يعني في الفرصه الاولى كان فاول الكور الثابته، محمد اشرف لعبها، قدر طبعا ابو السعودي طلعها كورنر ينقذها. يعني الكره الثانيه كانت كورنر راحت لحسام حسن، يعني كان فيها تسرع وقوه زياده عن اللزوم من فوق القائم. الفرصه الثالثه كان في قفشه، استلام جيد من قفشه وبعدين صلحها بشكل برؤيه فنيه جميله جدا، صلحها خارج ال 18 لحسام، صوب حسام في الدقيقه 10 جت بجوار القائم. وبعد كده في باص بيني واضح قوي، رؤيه قفشه صانع العاب عنده الفكر ده وعنده المساحه الجميله اللي بيقدر يشوف من خلالها المواقف الدفاعيه. خط الدفاع المقاولين ما كانش موفق، لعبها بينيه خلفهم بردك لحسام حسن، ضاعت فرصه اكيد كان حسام ممكن يقدر يسجل في الشوط دوت. وطبعا هو محتاج حسام من ضمن المهاجمين المحتاجين يسجلوا عشان يعني ياخد ثقه ويخش في اجواء المباراه. مظبوط. طيب كابتن شريف، شفنا سيطره في بعض الاوقات للنادي الاهلي ولكن ما شفناش اهداف. ايه اللي ممكن يحصل الشوط الثاني علشان النادي الاهلي باذن الله يستثمر الفرص اللي بتيجي ديت بايجابيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا كابتن ايمن. الفرصه اللي قال عليها كابتن ماهر اللي هي في اول دقيقتين دي خلت لعيبه الاهلي عندهم مسؤوليه المباراه، ولولا الكره دي كان الماتش هيبقى ليه وتيره هجمه، مفيش تحركات سريعه، مفيش. انما انا الحقيقه اول مره اشوف لعيبه النادي الاهلي بالانتشار ده والتحركات صح. يعني انا مش هقول لك ان حسام حسن لما يروح على الجول 3 مرات في 3 4 دقائق 5 دقائق ده لازم تقف عند الحاله دي. جت جول بقى ما جاتش جول دي قصه تانية، توفيق من عند ربنا. شادي حسين والتحرك ناحيه الشمال ومحاوله المسانده مع ايمن اشرف، كل دي حاجات مخاوف احنا كنا يعني خايفين منها في اول مباراه. ليه لاعب حسام وليه ناحيه الشمال؟ كريم فؤاد وتحركاته المتاخره في ال 45 دقيقه دول في اخر ربع ساعه، وعمل حاله نشاط جامده جدا هو وطاهر محمد طاهر ناحيه اليمين، برضو حاله فيها امتياز وفيها ايجابيه للفريق كل. ينقصنا هدف بس. ينقصنا الهدف وينقصنا طاهر محمد طاهر يجي ناحيه الشمال كويس، وكريم فؤاد يطلع ناحيه اليمين، وتلعب بطريقه 3 4 3 اللي هو كان بنقول على شوقي غريب يلعب بيها. يا اما هتنزل ستوبر، يا اما هتنزل ستوبر عادي وتطلع محمد هاني، وهو دي التغييره اللي تطلع، يعني هتسويتش بين طاهر ناحيه الشمال ويجي حسام حسن الناحيه دي، ويبقى كريم فؤاد في نفس السبورت في نفس الشكل ده، ومحمد هاني هو الباك رايت. ده من وجهه نظر انا. الكلام ده يتعمل من بدايه الشوط الثاني، من بدايه الشوط الثاني لو المدير الفني حاسس ان في اي حاجه في الملعب مش مظبوطه. انا حاسس ان في حاله سرعه وفي حاله تحركات انا ما كنتش بشوفها قبل كده الحقيقه، وفي حاله مسؤوليه لعيبه عايزه تخلص الماتش. ايوه بالظبط. ولكن الحاله الوحيده اللي انا ضدها ضد النادي الاهلي فيها ان لعيبه المقاولين العرب بيستلموا عندك في الجزء النص الثاني، النص الثاني من الملعب، وهو ده الخطر عليك لان هم لعيبه سريعه جدا بيعرفوا يروحوا للجون، عندهم سرعات. فاحنا مش عايزين يبقى بنعوض حاجه، عايزين يبقى ان احنا سبق التهديف باذن الله. طيب كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول من الفريقين؟ طبعا الشوط سيطرة أكتر للنادي الأهلي، خطورة أكتر، لكن بعض المشاكل إحنا اتكلمنا فيها في الشوط الأولاني أعتقد هي برضو واضحة في نفس الموضوع. يعني كريم فؤاد يمكن عمل كرة عرضية حلوة قوي
المدافع فاروق اخرجها من قدام حسام حسن، ولكن لما كان في مركز الجناح الايمن كان عامل خطوره اكبر بكتير جدا من المكان ده. الناحيه الثانيه نفس المشكله اللي قلناها، حسام حسن ومحمد اشرف الجنب مش شغال كويس قوي. حسام حسن صحيح راح للجون مرتين ثلاثه لان الديفنس بتاع المقاولين بيقف غلط كتير جدا، بالذات المناطق اللي خلف يوسف الجوهري اللي هو الظهير الايمن، واللي خلف محمد هاني تريكا اللي هو الظهير الايسر. اي كره بتتلعب في الجناح خلفهم فيها خطوره ومشكله، ولذلك لو نزل جناح اساسي انا اعتقد ويمكن انا انها في الشوط الاولاني هتبقى مؤثره اكتر، لكن ده لا يمنع النادي الاهلي اضاع اكتر من فرصه، خاصه حسام مستعجل جدا. هل هو اثبات ذات؟ بس حسام لعب كتير، عايز يجيب جون، عايز يجيب جون وبسرعه. بالزبط. يعني مجدي قفشه لعب له واحده سهله 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 من ورا الديفنس كله، هو حطها ببطن رجله باستعجال قوي، كان يقدر يسندها ويحطها بالراحه وكان يقدر، لكنه مستعجل. فانا شايف انه الخطوره متواجده للنادي الاهلي، مفيش خطوره كبيره للمقاولين، ولكن تاني وجهه نظري الشخصيه انه كريم فؤاد لو لعب في القدام ورامي ربيعه نزل سيرتباك وهاني باك رايت او وطاير يروح ناحيه الشمال، او انه حد ينزل جناح سواء احمد عبد القادر او حسين الشحات او برونو سافيو او بيرسي تاو، اي واحد من الاجنحه ويطلع واحد من راسيل الحربه، انا اعتقد انها تبقى فيها خطوره اكبر باذن الله. طيب كابتن عادل، حلول المشكله في الجبهه الشمال في النواحي الهجوميه يجي من جوه الملعب ولا من بره الملعب؟ لا من بره الملعب، لازم من بره الملعب، لازم تغيير من البدايه. لازم عدله الملعب لازم يغير، لازم عبد الملعب مش معدول، مش معدول، لازم الطرفين يبقوا شغالين بصوره جيده. يمكن طاهر متواجد عندك، لا اتنين من الروس حربه شادي او اسمه حسام حسن، حسام حسن يبقى واحد فيهم كراس حربه في الوقت الحالي. وبعدين كمان ينزل شريف، ولو هو عاوز يخلص المباراه اسرع يعمل التغييرات، الثلاث تغييرات في الحته الاساسيه، بس هينزل شريف على حساب واحد من اللي موجودين راس حربه، مش هيدفع براس حربه تاني. انا بتكلم على انه لا، انا بقول انه في الوقت ده ممكن ينزل بثلاث تغييرات مره واحده من بدايه الشوط، عبد القادر ويلعب بيرستا ويبقى قفشه وشريف يبقى قدام، يبقى الثالث تغيير عشان يخلص المباراه بسرعه يعني. وكريم يفضل مكانه ورا، كريم مكانه ورا ما يلعبش قدام خالص، قدام عندك تخمه من اللعيبه قدام. وكريم ما عندكش حتى، هو مش عامل حسابه في الحته الدفاعيه في الاحتياطي كتير يعني، ما فيش اللي عندك واحد او اتنين ممكن هتعمل احلال جوه الملعب، لكن في الحته الدفاعيه ما فيش. لكن اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن واتكلمت فيه قبل المباراه، مباريات الكؤوس لما بتحصل فيها مفاجات بتحصل فيها في تاني شوط مش في اول شوط، بتحصل فيها في اخر المباريات مش في اول المباراه. يعني ما فيش فرقه في كاس مصر مثلا او في كاس في اي كاس في العالم يجيبوا جون اول خمس دقايق ويقعدوا طول الماتش يدافعوا، نهايه الماتش بيمشي بالسيناريو ده، ان السيناريو 0-0. الماتشات الكؤوس بالذات علشان بتتفنش من يوم واحد او من مباراه واحده، فاللي بيجيب جون اسرع وبيجيب جون الاول يبقى المطلوب من لعيبه النادي الاهلي اللي هو استثمار الفرص ده رقم واحد. رقم اثنين عشان تستثمر الفرص تعادل يعني طريقه اللعب عندك جوه الملعب لازم تتعدل شويه، لازم يبقى في تغيير او اثنين في بدايه المباراه. لو ما عملش كده يبقى هو لسه حته المباراه الكؤوس لسه بيستخدمها يعني كتجهيز، ودي حاجه انا ما بعتقدش بيها يعني. كابتن ماهر، التغيير من بدايه المباراه ولا يستنى ربع ساعه بعد الشوط الثاني؟ يعني حسب، يعني في مدربين بتبقى بتدي فرصه 10 دقائق من الشوط الثاني وبعدين بيبدا يغير، وفي مدارس بتبدا تغير من دلوقتي من البدايه. ايوه. لكن هو عامه هيبقى التغيير هجومي طول ما النتيجه يعني تعادل 0-0 فانا عايز اكسب. صحيح. فانا شايف طبعا الشوط الثاني هيبقى فيه تغييرات هجوميه بالنسبه لمستر كولر. حسب الاماكن بقى، يعني احنا بنتكلم على ممكن يبقى حسام ما ياخدش فرصه يعني من بدايه الشوط الثاني، ممكن يبقى في بديل في المكان ده، ممكن شادي حسين يجي كراس حربه وينزل جناح مكان شادي حسين، على اساس ان احنا الاطراف اتكلمنا الكباتن اتكلموا ان احنا محتاجين الاطراف، ممكن يبقى عبد القادر مكان يعني شادي يروح كراس حربه وحسام يتغير وعبد القادر يبدا في المكان ده. وممكن بيتسيتاو
يقدر ياخد بردك في حته الجناح بقى له فتره ما يعني مش موجود، فممكن يديله فرصه اكتر. احنا اتكلمنا على اساس ان الراجل عايز يدي فرصه للناس اللي ما اتشافتش بالظبط، فممكن يكون بيتسيتا وهو بردك من ضمن التغييرات. ممكن ديانج مكان محمد فخري بردك زياده في نص الملعب، وديانج بيجيد التصويبات والبوكس للبوكس والانطلاقات حوالين مهاجمين، وعنده بردك الباصات المؤثره. صحيح. لكن ما افتكرش خط الظهر هيبقى فيه تغيير، لان ما فيش حاجه خطوره على النادي الاهلي في خط الظهر. طيب انا من ضمن الافكار يا كابتن شريف، انا بفكر ان ممكن يكون التغيير الاول محمد شريف، بس مش كراس حربة تاني. انت دايما بتحب ان يبقى في راسين حرب، انما اعتقادي ان محمد شريف ممكن يكون تغيير من ضمن التغييرات الاوليه في الشوط الثاني بالنسبه لمستر كولر. مكمين؟ لا مكمين انا مش حاضر اقولها، انما عندي يعني احساس ان محمد شريف ممكن ينزل في اي وقت. اللعيبه اللي موجوده في اول هاف تايم دول اول 45 دقيقه انا مش حاسس انه ممكن يقدر يغير منهم دلوقتي خالص. اللعيبه بتادي وعندها سرعات وبيروحوا جوه 18 وكان. انا ما عنديش اي حاجه كومنت، بس انت عايز جول. لانك انت ما جول يعني انت لما بتوصل يبقى هتهدف يا رب، ادام عندك الاسلوب ان شاء الله. الطريقه بس هي ناحيه الاطراف. أي. يعني انا لو انا محمد اشرف ملوش لازمه في الماتش، العب بياسر ابراهيم ده ناحيه الطرف شويه كده، ومحمد هاني وكريم فؤاد وعندهم الفلسفه، وازود واحد في نص الملعب زياده، ده لو انت عايز تغير. صحيح. يعني صحيح. لان الماتش مش محتاج اكتر من كده. صحيح. طيب كابتن اسامه، كابتن شوقي هيلعب بنفس الاسلوب زي ما لعب الشوط الاول ولا هيزود كثافه دفاعيه في نص ملعبه؟ هيفضل محافظ على كده، هو يتمنى ان الماتش يمشي لاطول وقت ما فيش اهداف في اول دقيقه، لغايه ما يخطف كره ضربه ثابته، وفي واحده خطر اتعملت اتلعبت بالهيد بس عدت، او جم مفاجئ، لكن هيفضل باسلوبه. النادي الاهلي اعتقد انه مش هيغير من بدايه الشوط، لانه النادي الاهلي هو اللي اخطر وهو اللي مهاجم، رغم تعليقاتنا او رؤيتنا في بعض النقط اللي احنا بنقول ان المفروض تتصلح بجناح مكان راس حربة، يلعب جناح على الطرف، ولكن اعتقد ان هو يصبر شويه. صحيح. 10 دقائق او ربع ساعه وبعد كده هيعمل التغييرات دي. صحيح. شريف مثلا، احمد عبد القادر، برونو سابيو، بيرسيتاو، لكن هيحافظ على الشكل لانه الاهلي بيوصل للجون. أيوة. رغم ان بعض المشاكل اللي انا اتكلمنا فيها في بدايه الماتش ماشيه، لكن هو اللي بيوصل وهو اللي اخطر، فما اعتقدش هيبتدي هيغير في الاول. هنشوف اداء الشوط الثاني، مش هتاخدنا للمباراه الثالث والرابع المفروض يعني ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز في الوقت الاصلي. نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.